نيلة، تأكدي لو أني فكرت في الزواج ما بلاقي أحسن عندك. إذا فكرت يعني أنت لين الحين ما فكرت؟ وأنت تشوفين حالتي حالة واحد يقدر يفكر في الزواج؟ أنا لا بيت لا شغل لا استقرار، تبين تتزوج وحدة تصرف عليه مثل بعض الناس؟ تأخذني على قد عقلي؟ حبالك أنا ياهل؟ لا يا نيلة لا، أنت مو بياهل، أنت طالبة جامعية، المفروض تفكرين أنك تخلصين دراستك وموضوع الزواج تأجلينه شوية. بأجلها بس أبيك تخطبني، وأنا مستعدة أترياك لما تكون نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لو قلت لك أني أنا أحتاج أفكر. أنت ما تبي تفكر، أنت لين الحين تحبها. نيلة افهميني عاد، الله يخليك افهميني، انت لو كنتي مكانها بعد بهتم فيك، انتو بنات عمي، انا مسؤول عنكم قدام الله وقدام الناس. الاهتمام غير عن الحب، انت لين الحين تحبها، تحبها وبس. ليش لعبت بعواطفي؟ ليش خليتني اتعلق فيك؟ ليش خليتني احبك؟ نيلة انت تدرين ان هذا الشيء مو بصحيح. نيلة متى حملتي؟ عبالك تمشي علينا الحج هذا؟ اقرأ علشان تأكد. انت حامل مسؤول ابوي مو منه. سمعت؟ ابوك يدري ان انا حامل منه ومستعد يعترف بولده. انت تبين فلوس، كم تبين عشان تطلقين منه؟ ما يصير اتطلق وانا حامل. وبعدين ليش اتطلق منه وهو زوجي ويبيني وانا احبه؟ انت ما تحبينه ولا شيء، انت تحبين فلوسه، كم تبين؟ هذه فرصتك خلصيني. انا زوجته وام ولده واقدر اخذ اللي ابي، وانت ما تقدر تحاسبني. شب هذه سيارة ولده فايز. سيارة ولده؟ شو يسوي هني؟ يمكن جاي يزور ابوه ولا جاي حق مريم. طلعوني طلعوني. عيسى عيسى منو هذا؟ انت اللي منو؟ انت اللي منو؟ انت يا تسألي منو انا؟ يلا اطلع برا ابلغ الشرطة الحين، يلا اطلع برا. هذه اختي نيلة وهذا ولد عمي. الحين عرفنا اللي ببطنك من ابوه. استحي على وجهك يا الخسيس. عيسى ما تسمعيني شو يقول؟ ما تسمعينه؟ انا اعرف شلون اتصرف. عيسى الله يخليك روح، انا بتفاهم معاه. كيف تبيني يطلع وانت شاله بيده السجين يا مريم؟ الله يخليك روح بتصرف مريم. الحين صرتي مرة عاجل، برافو عليك. يلا اطلع برا يلا. يلا يا عيسى. عيسى انت اطلع برا، انا بقعد معاها. لا بشوف ايش بيسوي. لا روحي، انا بتفاهم معاه اقول لكم. يلا برا يلا 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 يلا. شوف تعرف ان استوى بهالشيء بمسحك من على وجه الدنيا. مبين انك تحبها وايد بس ابوي حرمك منها. عيسى يلا روح. يلا برا يلا يلا برا يلا برا برا. لا تأشر. متى قالك وكيف عرف؟ هذا مو مهم، المهم كيف بنتصرف. يعتمد عليك. يعتمد علي؟ وانت شو موقفك؟ متفرج؟
قولي لي كيف أقدر أتدخل وأنا حاضر. زين فكر معاي أو شور علي، قولي كيف أتصرف. نروح للمحامية نسألها إذا كانت حق للحضانة ولا لا. وإذا كانت حق له؟ قلت لك الموضوع يعتمد عليك. أنت مستعدة تخلين عن حضانة بنتك؟ لا. لين متى بنتم واقفين هني؟ خلي ننتظر شوي. حرام عليك، عندي محاضرات مهمة ما أقدر أفوتها. صبري عادي يا نيلة، ما بنطول. أنا أعرفك عدل، ما بتمشي من هني. أنت مستعد توقف ليه باكر؟ ما تبغي تخليها. لمتى قاعد كذي؟ شكله عاجبك المكان. لا تستهزئين، بتم قاعد هني لما نحل المشكله اللي بيننا. مشكله؟ انا ما عندي اي مشاكل، المشكله عندك انت. خلينا نتفق بالطيب وايد احسن. نتفق على شنو؟ على اللي ببطنك. قصدك اخوك حسين؟ تبي تاخذ راي ابوك؟ تفضل روح سأله. ابوي لعبته بحسبته، انت وعمك اسماعيل حبلتوله لما طاح بالفخ. انت اللي طيحته في الفراش، انت اللي مرضته. انت ايش تبين بالضبط؟ فكيني خلصني من المشكله الحين. عيسى وين بتروح؟ بصير اشوفها. ما لا داعي، خلنا نمشي. ابى اتاكد انها بخير. مريم ما فيها شيء، ما لا داعي تروح لها الشقه، لا تزيد مشاكلها. مريم عنيدة، وإذا في راسها شيء تسوي. شو اللي في راسها؟ ما أدري. توش تقولين إن في راسها شيء؟ تصرفاتها تخلي الواحد يظن إن في شيء في راسها. تصرفاتها؟ هي قالت لك شيء؟ ما قالت. شنو هي طلباتها؟ تبينا نبني بيتها. شنو؟ نتنازل لها عن الديون ونرجع لهم ارض المنجره. ليش؟ استخفت هذه؟ ابوي هو اللي امر يهدمون بيتهم. صدقتها؟ يمشي عليك هالكلام؟ بس شافت ان ابوي كلامه ما يمشي عليه. ولا اعترف فيه. بس اعرف كيف اسكت اسماعيل. اسماعيل؟ اسماعيل دافع عنهم. يقول هو شاهد على كلام ابوي. من بيسمع له؟ اصلا ما حد يجبرنا نبني بيتهم، احنا مو بنك. الخوف ان الخبر ينتشر ويمس سمعة الوالد المعروف باعمال الخير. اسماعيل يقول لازم احنا ننفذ كل رغبات الوالد. لا تسمع منه ولا تسمح له حتى يدخل مكتب مره ثانيه. اسماعيل استغال. احسن. شلون اخليه يتوقع الورقه وتنازل على كل حقوقها وما تطالبنا بشيء؟ مو فاهمه قصدك. تصوري اذا فعلا حامل، نصيبها ونصيب ولدها راح يكون أكثر من نصيبك. أنت ليش تفاول على أبوي؟ ليش تتكلم عنه كأنه إنسان ميت؟ لأني واقعي أكثر منك. شو بلات ساكتة؟ كيف ما تباني أسكت؟ ما سمعت المحامية شو قالت؟ وشو كنت تتوقعين تقول؟ هذا الشيء معروف. بس أنا ما كنت أعرف، ليش أنت ما قلت لي؟ وأنا إش دراني إن ريلك بيطلع لنا هالطلعة؟ أكيد،
أكيد أخوه اللي وازن علي، عسى بيضايقني. هذا مو مهم، الحين المهم إنك تقررين. أدري إني لازم الحين أقرر، بس تبيني الحين في اللحظة؟ عليا أرجوك لا تفهميني غلط. لا أنا فهمت إنك عدل، أنت ما صدقت إنك تحصل علي شيء، عسى بتفتك مني. هذا هو العقد، هدمنا البيت على حسب طلب الوالد، وأمس بدينا نخطط حق الساسات عقب ما طلعت موافقة البلدية. زين، وإذا الوالد غير رأيه ما في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، العقد متواضعه. بس عمر احنا ما بنا عقود. ها أما الحين يعني ما تبي تدفع تكلفة الهدم؟ لا تخاف راح ندفع. زين اوكي ما في مشكلة، شوف لي فاتورتك كم وخلاص. بس ها شوي شوي علينا. اقول فايز بخصوص المرة وعيالها اللي عارف ان لا تحاتي، احنا مرتبين كل شيء، خلص الموضوع. باي. مرتبين كل شيء، الله يعينها. ما تبي تاكل؟ بس كذي بتضر نفسك، لازم تاكل عشان تاخذ الحبوب. ظن عيالك بنفذوا شيء من اللي تبيه؟ هذه إذا كنت تبي تسوي لي شيء. يلا 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 أنا وين هو؟ زين بنشوف. وظن هذا اللي بيخليها تتراجع عن الزواج؟ ما أدري، هي حرة، بس لازم تعرف إني جاد في موضوع روضة، وبالفعل ما بخليها تعيش معها. بس أنت ظروفك صعبة، كيف تعتني فيها؟ أنت فكرت في الموضوع؟ لا. على كل اللي بتسويه ردة فعل، يمكن يضر بنتك ما يفيدها. مو متخيل إن بنتي تعيش في بيت واحد غريب. سعيد هذا كلام عام كل واحد ممكن يقوله، بس الواقع مختلف. الواقع يقول ان بنتك صغيره محتاجه اهتمام وعنايه، انت على الاقل في الفتره ما تقدر توفره. خلنا نفترض لو خذيت هالفتره، يعني شو بتسوي؟ تخليها وياك في الشقه؟ وبعدين سعيد اسمعني عدل يا اخوي، اكل ونوم وبتسبحها، سهر كوي وغسيل وغيره وغيره وغيره، منو بيسوي كل هذا؟ انت. انا اقول له تفكر في الموضوع اكثر احسن. يمكن راحت السوق تشتري لها اغراض. لا ما راحت، انا عارفه راحت. و
وين يصير؟ الفريج. الفريج؟ أمي هناك. أرحب من سلوك الحرير وهيبتك من دون هالعالم وقف من عرفتك. این ها دبن آستا دریای ده کیم زده دونزده متری بيتي يا اسماعيل، راح بيتي، راح مسرح ما وقفوا الشغل توهم بعدين. زين اصبري، يمكن صار عندهم شغل وباكر بيون. لا ما بيون، قلبي يقول لي ما بيون. انا ما عندي حد غيرك الحين، دخيلك مالي حد غيرك بهالدنيا الحين. وسع الصدر يا هيا، وسع الصدر واصبري، بنشوف لين باكر. اسماعيل، انا ما عندي شاهد غيرك وما اعرف غيرك، وانا ادري ان ولده ورا كل اللي صار واللي بيده كل شيء، وانا لي الله سبحانه. هيا هيا اصبري اصبري اصبري، ببدل ثيابي وبي. حد يشتغل؟ وين العمال اللي قلتي عنهم؟ ما اعرف، اللي عارفه انهم من امس بدهم يشتغلون، يمكن وقفوهم. منو وقفهم؟ ما ادري، اكيد الحين امي صارت عند عمي اسماعيل. خلاص عيل، انا بوصلك الشقه، وراي شغل يا نيله. زين خلينا نروح نشوف امي ايش سوت معه. نروح شو نسوي هناك؟ القصه معروفه، الحين كل شيء بيت فايز. يعني ما تبينا نروح نشوف؟ نيله، امك ويا فايز، تبين نسير لهم؟ اللي سواه أبوي غلط، وأنا ما أحب أمشي ورا الغلط مثل المسبه. يعني خلاص، زمن اللعب توقف. هي لعب ما لعب، إيش هالكلام هذا؟ أنت ليش ما تثمن كلامك؟ لا تعال طقني بعد، أنت اللي ثمن كلامك، تعرف تحاكي منه؟ يا وليدي، تبغي الصدق، أبوك هو اللي تبرع عنه يبني لنا البيت وهو اللي هدمه. كلامها عدل وأنا شاهد. شاهد؟ أنا أقول لك اسكت أحسن لك. أنا من قبل قايل لك هالكلام، أنت بتسكت ولا شلون؟ الزم حدودك يا أخي. يا وليدي، نحن حريم بروحنا في البيت، استر علينا الله يستر عليك دنيا وآخرة إن شاء الله. استر عليكم، ما عندي مشكلة، راح أبني لكم البيت، بس عندي شرط. شرط؟ لا توافقين؟ إذا بتمشي ورا هذا ترى بتضيعين، قاعد أقول لك أنا. إسماعيل اصبر اصبر شوي، الله يخليك. قول قول يا أمي، شو شرطك؟ شرط الشرط إن بنتش تروح المحكمة تطلب الخلع. سامحيني يا هيا، ما هقيت ان الامور توصل لهالمواصيل. ادري ضحت من عينك، لان الريال اللي ما يقدر يحمي الحرمه اللي يحبها ما يستحقها.
رد علي يا إسماعيل، أنت تعرف بنيته ولا لا؟ كان يدري أني أنا أحبك، وكان يقول لي هيا ما بتتزوج دام البنات عندها. يعني كنت تعرف وياتو كذبت علينا، قلت ان هذا الريال زين طيب وفاعل خير وخليتنا نصدق، قلنا هالريال ما في مثله في هالبلاد، ليه ما لف بالحبل وسط رقابنا كذب علينا وتم ينحش بلحمنا. يا هيا انا ما برتاح ولا بيهنالي بال الا اذا رديتوا بيتكم. وبنتي، بنتي منو ما يطلعها من هالورطة هذه؟ بنتك مثل ما قال فايز، خليها تتطلق منه. طلق؟ بس شي بكل سهولة؟ انت بعد غديت مثلهم؟ انت مو بحاسين في بنتي ولا شو؟ انا حاس فيكم، حاس فيكم يا هيا، وبطلعكم من هالورطة، وبأفك مريم وفكك انت من الهم اللي انت فيه. تتكلم عن الهم؟ بس؟ لأنها مو بنتك. لو بنتك كان حسيت بالحسرة اللي في قلبي. أنا بس بروح أشوف من. ليش سويت كذي؟ يعني أنت بتعبني؟ مو كفاية عيالك؟ أنا اللي شوفيه؟ أنتي تطالعي شكلك، تطالعي شعرك، تطالعي ضيابك، في ذمتك هذا شكل وحدة توهم عرسة؟ يما أنتي مو جاي عشان كذي، أنا عارفك زين، إيش فيك؟ يعني ساكت. خلي اخوك يتغدى. انا ما اعرف شلون قادر ياكل وانا الاكل مو راضي يطوف من بلاعيمي. بوثينة، ترى مواضيع نفس هذه ما تنحل بالعصبية. انا والله ما ادري انتم ايش تفكرون فيه، واصلا ما يهمني انتم ايش تفكرون فيه. شنو نفكر فيه؟ والله ما ادري، المهم عندي انه ابوي يسافر يتعالج. بيسافر؟ شلون بسافر وانت حضرتك بيود التقارير عندك؟ لا انت متصرف ولا مخليني اتصرف في الموضوع. شلون حضرتك تبي ابوي يسافر؟ بوثينة سامحيني يمه، انا ما اقدر اسكت اكثر من كذي، اشوفه ساكت ولا متحرك في موضوع علاج ابوي. وانت لا يكون عبالك انه ما ابي ابوي يسافر. والله ما ادري. والله انت عبالك انت الوحيده اللي تخافين على ابوي، ترى كلنا نخاف عليه. والله اذا خايفين عليه روحوا خلصوا الموضوع، خلوه يروح يتعالج بسرعه بدل قعدتكم. انا ناطر اسماعيل يروح لهم عشان يطلب الطلاق، ابوي يطلقها. والله اذا ما وافقت تتطلق، يتم ابوي هني لا علاج ولا هم يحزنون. بيتعالج بس هي ما تكون على ذمته. عدل يمه؟ عدل. أشوفكم متفقين. لو أبوك سافر والله قدر وصار له شيء وهي على ذمته، أنتوا ليش تفولون على أبوي؟ ليش تتكلمون عنه وكأنكم تبونه يموت؟ ما راح أرد عليك، مبين عليك وايد معصبة. أي معصبة؟
بس ابيك تجاوبني بصراحه، انت تبي ابوي يتعالج ولا لا؟ تخيلوا ان هي حامل. واذا حامل احنا شو نسوي؟ هاي شيء صار واستوى. انت خسي تبينها تجيب ولد علشان يستوي لها نصيب مثل نصيبكم؟ بعدين ما ندري يوم تزوجها كان في وعيه ولا يمه. كفايه كلام ما له معنى. الظاهر انتم نسيتوا تتكلمون عن مين، وصار تفكيركم وهمكم في شيء واحد وبس. شيء واحد وبس ها؟ شوفي هذا جواز ابوي، اوراق علاجه برا، عبالك بس انت اللي خايفه عليه. تزعل مني، ساعات أقول كلام يوجع بس ما أقصده. أنا بعد مثلك موجوعة، أنا أحس فيك. واحد يتوقع كل شيء إلا أن عياله يتخلون عنه عقب ما شال وحط سهر وتعب فرح وحزن. حلم باليوم اللي تشوفهم فيه كبار، توقع لما يقول آه يركضون يشيلونه مثل ما شالهم. لا تزعل، ترى وايد ناس مثلك. ما تدري شلون يفكرون. يمكن لو ما كنت تزوجتني كان ما صار اللي صار. هم بعد ما يلامون، خايفين على حلالهم، ما يبون واحدة غريبة تشاركهم فيه. صحيح حلالك، بس ما رد لهم. أنا ما أبي شيء، كل اللي أبي اللي وعدتني به. يعني وايد لما الواحد يطالب بحقه. يا ليتك تقول لهم، يا ريت تخليهم يعرفون انك موافق وما حد شذب عليك ولا استغلك. هم فاهمين اني استغليتك، ما حد بيخليهم يرجعون لحقي غيرك انت.
حاول تكتب. حاول. نعم. ليش ما اتصلت فيني؟ اتصل فيك شي اقول لك. ترد لي علي؟ ما عندي رد. شلون ما عندك رد؟ ما عندي. رحت ولا لا؟ رحت ولا ما رحت؟ شو الفايدة؟ رحت بروحك ها؟ راحت امها وياي. كلمتوها؟ قالت بتفكر. تفكر؟ شو تفكر فيه؟ خلها تسوي اللي احنا نبيه، ترى احسن لها. هذا طلاق، شقا ما يبى له تفكير؟ ما يبي له تفكير. هي متزوجه علشان الفلوس، واحنا بنعطيها زياده بعد. لا، هي ما تزوجتها عشان الفلوس وانا شاهد. شاهد؟ انت شاهد على شنو؟ شهادتك ما لها قيمه. اوه، الظاهر انا غلطان اتكلم وياك انت. اسماعيل! اسماعيل! ممكن ادخل؟ ابوك راقد. انا جايت لك. ابي اتكلم معاك. تكلمين معاي؟ تكلمين معاي ولا تشمتين فيني؟ بليز